هاي رين، كيفك يا عمري؟ شو أخبارك؟ وينك؟ الحمد يا عمي وينك أنت؟ وينك؟ والله كنت مختفية. هيا هلأ شو عم فتحت. تاكلي؟ شو عم باكل؟ احذري شو عم باكل، شو عم تاكلي؟ احذري شو بتحسي عم باكل. ايه انت بتحكي هيك؟ انت هيك يعني، هو انت هيك بالنغمة هي هذه. اي نغمة؟ احكي مستشفى. اوكي يلا، اسمعي، احكي ما مستشفى جد. تقولي لي، ما تقولي لي صار لي زمان غايبة وغايبة لا وما لا لا بعرف لا، شو. بحكي معك جد رينا، مش بعد ما ايه تلفتي جولة تشوفيني وحدة احكي مستشفى، يعني بدك عايش تنفذي اختي. مش ها انه ما تهبلينيش، شو. تنفذي احكام ولا ما تنفذيش؟ افا افا ما تقوليليش لساتني فاتحة. ليكي هلا لساتني فاتحة. انت اول حدا تخيلي حتى بعد ما سلمت عليهم عملت لك اكسبت، طيب وانا لساتني فاتحة عندي يعني فاتحة. تخيلي بعد ما صليت على النبي، حتى على النبي ما اللهم صل صليت. وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلي على النبي. تعشيتي وحليتي لايف، تعشيتي وحليتي لايف، شو يعني؟ يعني تعشيتي وبعد حليتي لايف. يا اختي انت شو خصك فيني؟ علاه ما بدنا تشهي فينا، احنا يا ما اختي عندناش شيء في الدنيا. شهيكي يا اختي، انا بحب اكل قدامهم، انت شو بدك فيني؟ تحبي شيكي مشكلة؟ قاعدين حتى احنا للمشاكل. هاي يا ريناي، سخني لي اكل الطاولة بر يا كيك بر. اي مشاكل ولي عم باكل؟ عطينا وخيتي يا عندي قديش سلام، مشكلة، عندي قديش لحم ياكل فيا، لساني لساني ياكل فيا بر. انت يبدي وانا نكمل. ايه يا عمري كفي كفي، مصدقيني كفي. تكبيس ايه جماد، شو كمان؟ تكبيس تكبيس التكبيس. نايمين جد، نايمين نايمين. اسكري يا حلوة، ما تخلوها تربح علي. الليمونة اللي شفتها تعصر فيها بدي تاكلها كلها. كبرانين شفافك. ايه شو عاملة عملتيلن فينا؟ ليه؟ مش عاملة لبقتك كده ولا؟ انتي؟ ما شاء الله ملاحظة تفاصيل وجهي، شو اللي كبر فيهم شو اللي ضعفان. جماعة هدية ب 2003. هيا هاي بديت تعيط. طيب ردت هدية ب 2300 جماعة. جايز فرجوها سكوري لضحى، فرجوها سكوري لوين حيدخل على اي بي مناخيرها. هون، وبدك تفرجيني سكورك يعني؟ حيك يا منولة، حيك يا بعدنا غالية، فاتحين، بعدنا فاتحين. روقي روقي، صار لك حيك 10 يا ساعات منولة. فاتحة. مازلت لساتنا قاعدين بنسلم هاي وبعد ميا غياب. جايز الدبل، والنيتي جايز الدبل، شايلوا البس يا باسل يا كركم يا لهوي، وينكم؟ هيدي هيدي انقذوني، تعوا انقذوني. هيدا هو سكور. هيدا هو سكاش. شو رايك؟ حيك يا منولتي، حيك يا قلبي. كملي كملي قولي لهم وينكم. شو هيدا؟ شو هيدا؟ بتعرفي خبرك شي، انه انا بعدني فاتحة. لو ما بعدني فاتحة سمعيني سمعيني، وقت اللي انت كنتي في السناب شات احنا التيك توك كنت معاودينه مرتين، لما بحضر تسكتي اوكي؟ كملي اوكي. تعشي واسكتي. جايتنا بسناب مفكرة حالك راح تفوزي علينا؟ ايه ايه يا عمري ايه كفي كفي. ايه لما انت بتقولي هاي جايز كيفكم بونجور سافا كيف كرواسون. ايه شو كمان؟ كم عندك رين على السناب انت؟ ما عندي شي يا عمري، صوريني اعملي لي تاج. بلاش، شو اسمك على السناب؟
رين ار اي اي ان اي تي اتش اتش اتش. ضيفيني قولي لهم يعملوا لي اد. يا عمري انت بحبك. ر مني وجهك انا الحلو، جعلني مغلى من وجهك. فرنسي احكي لي فرنسي. ر او اي ان او اي كي اتش اتش اتش. بالفرنسي اتش 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 هكا يقولوها. خلص على يلا. كا هاش 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 هاش. يبرني وجهك انا ولي شو هالجمال ولي هيدا. والله ما لقيت هنا رين ذي. هاي باش ما نحكمكش يقبرني وشك. يلا عملي لي اد نزليني صوريني. ما لقيتوش سنابك؟ ها ما لقيتكش يا اختي عم تكتبي غلط. ار او ار او اي ان او كي مثل مثل كمال. كي اتش اتش هش 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 ثلاثة هش. كيف ما لقيتيني؟ ما لقيتكش الحكم الأول. حل عنك الزيبة. فوتي خدي السناب تبع من البايو. ثواني ثواني وليه؟ أو كتبوهولي في التعليقات. وليه؟ والله ما طلعت لي. شوفوا يا جماعة بدون دوت. مين قالك تحطي دوت؟ تلعبي جولتين؟ ايه يلا العبي. شو جولتين والحكم؟ بدون دوت. مين قالك تحطي دوت؟ انا قلت لك حطي دوت. بعدني فاتحة روقي. صلي على النبي صلي على النبي يا ضحى. اللهم صل وسلم وبارك. هما قالوا لي حط دوت. لا ما قالوا لك. مين قالك تحطي مثلا ذوقك؟ هذه انت هذه هذي انتي. وليك انا يلا خلصيني اعملي لي فولو ونزليني قولي لهم يضيفوني على سناب. يلا يا عمري انا بحبك. ولي عصفور بتجيب بدلو. هاي يعني انا كل يوم بشاهد ستورياتك هيك. هاي تعملي لي الجاير. اسكتي ولي ما انت من فانزاتي. اسفل والله مره بفوت على سناب قبل عمل ما طلعليش. طب يلا يلا ضفيني يلا. خليني نركز على الجولة. أنا بدون ما بركز فايزة عليكي. جايز وراح تنفذيني أحكيلي. جايز حكمتني من شوي حكمتني أحكام صدخ ربحوني. يا مشي ما بيلعب المعدة. حكمتني حكمتني تخيلوا حكمتني. جبت كبيتين تلج ومي وحطيت ايدي فيهم ثلاث دقائق. الدبل تريبل التريبل جماعة منولة واي بي. والله شكرا. شوفوا كيف عم تحكي معي. شوفوا الطريقة النبرة. ممكن جماعة كلنا نضيف اي بي. والله عم تشوف حالة علي. عم تشوف حالة علي. انتو قبلانين اكيد مش قبلانين. وارد يا حلوين وارد. كبوا حالكم يا عمري انت. 65 وردة عنده وردة يرمي. بنات ورد الو بنات يلا كبوا حالكم. 5 و6 برد عندكم بنات يلا يا عمي شو بكون هيك نايمين؟ ليش بتصيحي عليهم؟ يعني لازم علي صوتي لتسكروه دغري. عينك على السكور وليه؟ بر يرجعي للسناب بر. عينك على السكور. يلا ربحوني. ايه ربحوني. يلا يلا يا عمري حطلكم الميوزك لتتحمسوا. تريبل جماعة نستغل التريبل نستغل التريبل التريبل عنده. يا ربي يا ربي وجهك نحس. نستغل التريبل جماعة. هيا نستغل التريبل. انا يا هيا حيجا حفله التريبل. جايز حيجا حفله التريبل عنده. سارة هيا اجعلني ما خلا منكن ارحبوا. تخيلي هولي بس النسوان اللي عندي بعد ما اجوا الرجال. تخيلي هولي بس النسوان هيك عم نتكتك بعد ما اجت الرجال اللي عندي. خلي النسوان بس. عبدالله تانك يو. عبدالله تبع النسوان هذا؟ هلا عبدالله هيك عم بيشكب مصاري يعني عادي. طيب اوكي حلو يلا ضفتيني على السناب ولا لا؟ ضفتيني
يلا نزليلي قولي لهم يدفوا. ليش مش موافقه؟ شو تأمري فيا انت؟ يلا نزليلي. انت قلبك كبير يقبرني وجهك. انا قلبي مش كبير، انا كلبه. يقبرني وجهك. ولي شو هالشفاف الحلوين وليه؟ بعطيك دكتوره تروحي تعملي زي بالدكتوره. هيك الصراحه شفاف احلى من شفافك. انت عملتهم انت من زمان. روقي لخلص اكل. كثير مكبرتيهم لشفافك لانه كيوت. ما بقى دارج هيك كبير، دارج يكون ناعم. بس عادي انت حلوة. حبيتهم كمان مرة. ليكي انت شو ما تعملي حلوة. شكرا يا قلبي. يعني كيف نفسيتك؟ ان شاء الله مرتاحة. الحمد لله نفسيتي مية مية. حلو. ان شاء الله دوم يا قلبي، ان شاء الله دوم. انت رينا، انت رينا؟ ايه؟ انت منفصلة؟ كيف ميكس منيح؟ شو وضع ميكس؟ الحمد لله والشكر لله. بدك ارن لك عليه؟ بدك تجيبي العيد؟ بالرسمي رين منفصلة انت جد. وينو ميكس؟ وينو ميكس يقبرني؟ ولا اشتقنا له؟ ولا لبقانين لبعضكم كنتوا؟ يا حرام يا حرام. ليه جد منفصلة؟ والله جد منفصلة. يا عمي خلص، شو هالاسئلة يا عمي؟ انا سألتك انت وميكس شو صاير فيكم؟ يا اخي عادي تقولي لي منفصلة ولا مش منفصلة؟ عادي مهتمة كثير، اكتبي لي على الخاص بس بقول لك الجواب. شو بكي وليه صايرة بالمرة انت؟ ما بحياتي سألت على ميكس وينه؟ ليه تركته؟ انت حامل ولا مش حامل؟ بس ليه؟ ميكس مريض، طمني عليه، رني عليه، اسألي عليه. يا ملقوفة تشرب الجحفلة. بعدين انت شو حتستفيدي اذا عرفتي؟ يعني الزلمة فهمنا بده يسأل، انت ليش شو حتستفيدي؟ ايه زلمة ليش بده يسأل؟ يعني الزلمة ممكن، يعني زلمة بده يسأل بده يعرف، انت شو حتستفيدي اذا عرفتي؟ خبريني. اذا اعطيتيني سبب مقنع حقلك. بدي ازوجك لاخويا. مين؟ بلال؟ لا مش بلال، بلال مش قاعد. شبيكي مين بلال ومين حنان انتي؟ شبيكي؟ عرفنا انك منفصلة. بلال. لو كنتي مش منفصلة كنتي قلتي. باين منفصلة قصدي اللي تكون ما بدها يسألوها باين منفصلة، فانتي بينتي على حالك انك منفصلة. خلص اسفين اني سألناكي. هلأ الحكم الاول، بس ولي بس هيدي انفصلت جاي تفش خلقة فينا. اسمع هي وجهها تغير مسكينة مبينة. سؤال أثر فيه به الليمونة كلها. ما عادش تبيني نقطة ضعفك يا رين. بدي خبرك شي يا ضحى. ما عادش تبيني نقطة ضعفك. بدي خبرك شي يا ضحى. هيك انت فتحت الموضوع. انا انسانه ما بحب اطلع احكي مشاكلي على اللايف. اي انت هيك بينتي نقطه ضعف، كثير الناس كلها يصير تسالك، كنت تقدري تقولي لا وخلص ويوفى الموضوع. لا ليه بدي اقول لك ايه وليه بدي اقول لك لا؟ خلص انت اصلا منك لحالك ما لازم تساليني هذا السؤال لانه انا انسانه. شفتي لما يكون انسان مشهور، لما يكون انسان مشهور حتى لو مشهوره في خصوصيات ما لازم. لا رح يتلاقى. انت بتصوري في اولادك هلا وريتهم في سناب، فهمتي؟ ما بتصوري في زوجك، فجاه سوير في بالي يعني بنتي. انا بتكلم بلسان المتابعين. لا هيدا الشيء غلط، هيدا الشيء غلط. لا هيدا الشيء غلط عندي، مشهوره بس ما ضروري اطلع ولا اقول مشاكلي علنا ولا انا هيك وجوزي عمل فيني هيك. لا عيب بالنهايه، انا عندي اولاد وما بقبل هيدا الشيء ابدا يصير. ما بحياتي حاطلع احكي مشاكلي على السوشيال ميديا، هيدا الشيء غلط. فأنا كرمالي هيك ما بجاوب لا هيك ولا هيك، بسكت. هيدي منا نقطة ضعف. شو عمل فيها زوجها؟ يا ريت نغير الموضوع، يعني لنضلنا صحبة أنا وياك بلا ما أجيب العيد فيك بعد ما جبته. لا خلص، ما عاد ما في تجيبي.
هسه عرفنا لا مين، عرفنا شو نقطة يا ضعف. اختي، يا اختي لا، دوبها هذه مانا تسأليني نقطة السؤال ضعف. بقى. اسمعي، عرفنا شو نقطة ضعفك. يا يلا ضحى يا الحق قلبي، بتاعك. لايف عندك عم بسجل دي، او انا صار عندي اللايف مسجل. انا يا قلبي صرت مشهورة، كل كلمة بحكيها انا محسوبة عليها. بدي افهمكم شغلة، هيدي مانا نقطة ضعف، هيدي مواضيع عائلية ما بتنحكى. ليه بدي انا اطلع احكي واقول انا هيك انا هيك؟ ولا مشاكلي مش بس كمشاكل جوزي، كمشاكل عائليه، كاي مشكله كانت بحتفظ بيها بيني وبين حالي، ما بطلع بحكيها مع المتابعين. انا اذا بدي اطلع تيك توك بدي فرجيهم الصوره اللي انا مبسوطه بحياتي، اعطيهم طاقه ايجابيه، ما اعطيهم ريني انت طاقه عندك سلبيه. شخصيتين ريني، لا ما عندي شخصيتين، بس هيدا والله موضوع قبل كنت جدي. تسألي في الناس، كنت يا اختي تسألي بسأل، بس فيه. انا يا اختي انا كم مره طلعت معك؟ شي مره قلت لك بوقت ما انت صار عندك مشاكل مع ميكس، شي مره فتحت لك سيرته ولا قلت لك وين ميكس ولا شو صار؟ خبرينا على عارفة اللايف ليه؟ قدام نسبه مشاهده عاليه ولا أقسم مره؟ بالله، أقسم بالله، أقسم بالله. ما حدا بيعرف ببيت التاني شو هسه وين صار. والله ما بعرف انه في مواضيع، ما بفتح تيك توك، ما بتبع مواضيعك، يعني سالتك عادي، يعني شفتي انا اسئله عفويه بسال عادي، بقول ما علي، عادي عادي، خدي راحتك خدي راحتك. والله سالت عادي، يعني انا ما كان علمي انه في مشاكل اتس ولا في اوكي حاجه. اتس اوكي، عادي عادي، خدي راحتك. الحكم الاول جننتيني حتى تلفدي لي حكمي والله والله. مع نفسك، والله مع نفسك، هول الجولتين الصراحة حكيت فيهم كتير يشطبوا يا قلبي. يشطب ايه؟ سكور 200,000 قلتوا يشطب، ما بدهم خصني، يشطب. ما حدا قال لك تفتحي مواضيع انت منك قدها، العبي هيدي الجولة ماني مين قد، حابب انا يعطي قد احكام. وقدود. خلص يا بدي ضحى، افتح خلص يا مواضيع، ضحى. تعالي نفتح مواضيع. يا اختي انا، ديرين ما يا اختي انت تخبرنيش. مشتاقه للاكسبلور، يا اختي انا بغنى عنه للاكسبلور، الحمد لله. بليز طيب بدك مشتاقه اكسبلور على للاكسبلور. حسي، خلص اعملي وتعالي معروف. جيلي وخيتي ما مرزك. راح ميكس اجي ترين هلا تقعدي تتسلي فيني، بس بدي افتح اطلع بلا اكسبلور مواضيع. بزواجك. اي زواج بزواجك انت ديك؟ خلص يا ما ضحى، عادش تجبدي انت، تو ما عادش نجبد انا، انت حلوفه تحبي تجبدي، اما تحبي شكون ما يجبد لك؟ حكيت انت فيه. تجبدي انا نجبد. هاي اختي مالاي اختي. جايز جيش ضحى، شفتوني انا فتحت تمي قلت لها شي؟ خليهم هني يقولوا لك، بسولي انت مشتاقه للاكسبلور كثير، بسولي. مش اي رجعيني خلص الاكسبلور. حتطلع على الاكسبلور، خلص خلص. ولي يي تحبي الصح مواضيعك انتي وكل شيء، ما شفتهمش اكسبلور انا ترند، الناس مش مهتمة بمواضيعك. لانه ما بطلع بحكي عنها، بس صدقيني لما خلاص بطلع يعني انا بحكي ما ب... وبعمل يعني اللي انا انت عملتيه يعني انا ليكي. بسألك في يا اشياء، ضحى سكري على الموضوع، ما بدي يعني اجرحك ما وضايقك، تقولي ليش سكري على الموضوع. اكسبلور، بسألك على اشياء يا اختي بقول انا، لهم يا اختي اكسبلور. مسكره على الموضوع، خلص انت شو بدك مني؟ جاي تتخي، خلص سكري على الموضوع. عرفتوا قد الدراما اللي تقول سكري على الموضوع عزيزتي، هي سكري على الموضوع. خلص انت سكري على الموضوع. اسكتي، ما عادش حد سالك على الموضوع، اسكتي. شفتوا هول المشاهير تكبيس يا شيخ. بيقلبوا اسمعي انت مش لانه نفذي هي قالت. رين رين الجولة هذه مش نفذي لي احكامي ولا؟ بلا هنفذ لك قولي والله وحياة عيونك، ما تحلفيش بعيوني، احلفي بعيونك انت. وحياة عيونك وشفافك حنفذ لك. واي وحياة عيونك وشفايفك، عليه هكا؟ جايز ما تخلوها تربح علي، ليه باش نربح بليز علي؟ كبسوا يا حلوين كبسوا، لورد والله العظيم عندي 3000 باللايف بربح، والله العظيم كبسوا يا حلوين. شو بيكون بس حابين تفوتوا انتو تساتس تعرفوا اخبار؟ كبسوا، طيب كبسوا لي يا تساتس. مش محمد، لا مستحيل. جابت العيد، يلا هلا الله يستر هلا الاكسبلور، يلا بلاي لا تنزلوا لا تصوروا، ما دام الموضوع ما بيزعلها لا تصوروا وتنزل، اخطونا منها.